السؤال الثاني. ال ال قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية واجبة أو مستحبة؟ لا، في الصلاة الجهرية تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حسن بعض العلماء حديثا لكن ليس التعويل عليه: من كان له الإمام فقراءة الإمام له قراءة، أما السرية فقرأ. الله يبارك في عمرك. وياك رب وياك رب.